أما السنة العادية فلا يجوز له أن يتقرب بها إلى الله، لأنه في هذه الحالة يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مظهر فعله وإنما في مصر نيته. فلا شك أن الأمر كما جاء في قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ما هي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا بنية ما، ففعل المسلم الفعل نفسه ولكن بنية مغايرة بنية النبي صلى الله عليه وسلم، فبداهة أنه لا يكون مقتديا به بل يكون مخالفا له في الباطن وليس في الظاهر. والعبرة دائما في الباطن الذي هو موضع النية. ونضرب على ذلك مثلين اثنين، أحدهما تمثيلي وتقريبي والآخر فعلي واقعي. أما المثل التقريبي وأن رجلا صلى سنة من السنن والمفترض سنة الفجر، صلاها ركعتين كما كان رسول الله يصليه، ومن دقته في اتباعه في الشكل والصورة أنه قرأ الركعة الأولى بعد صلاتها قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل الله أحد، لكنه نوى أن هاتين ركعتين فرض، فهل يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه خالفه في قصده وفي نيته.